اللي حصل الشت داون قبل كم يوم. اي هنا هذا سبب عدم الصيانه. ليش؟ لان عندك محطه مال البكر في البصره احترقت المحوله مالتها. ليش؟ انا ما مو يقين ولكن انا اشك المحوله ما تحترق. انا 3 سنوات ما احترقت عندي ولا محوله، فقط بالتاجي وعاقبت المدير والمسؤول وعممتها على كل العراق بعد ما احترقت ولا محط ولا محوله. المحوله ما تحترق 50 سنه. ليش؟ ابدل دهنها، اسوي السيتنج مالتها، لازم هي كفاءتها 50 ميجا واط، ما يصير يسوي 55، لازم 50. لاحظ. فالواليد شو يسوون؟ يشيلون التسييت مالته، يصير كل اوفرلود. فاحتمال هذه لو ما بها صيانه واحترقت، لو صارت اوفرلود عليها واحترقت، فبالنتيجه اثنينات انها مشكله. ليش ما نضيف سبب ثالث؟ شلون؟ ليش ما نضيف سبب ثالث؟ وهو الولد حرقوها. لا انا خليني اسال، اتكلم فني. انت تقول وزير كهرباء فني مختص، هاي ما تحترق 50 سنه. نعم. الا تلعب بالاعدادات. مو هي شنو استاذ يعني نوبات؟ ذبها براس عمك. لا لا والله انا ما اريد اتهم احد، يعني استاذ نجم انا رجال فني دا اتكلم الاسباب. وانا انا من اخذ منك واسالك، ما صايره عندك و50 سنه ما تحترق، احترقت زين، هاي بيها جهاز يسموها المنظومه قاطع دوره، جهاز يعني الحمايه، ليش ما اشتغل؟ هو العطل وارد، العطل وارد. ليش ما اشتغل؟ ولكن انت لا تعبر سؤالي هذا. اي تفضل. ليش ما اشتغل؟ يعني مو انا اقول لك احتمالين، احتمال الفني المعني خلينا نقول غير شكل، يعني مثل ما تفضلت نظريه المؤامره، مو خلينا نقول هيك، مو من خلى السيتنج بدل ما 50 سواء مثلا 60، حتى هاي المحطه تنطي اكثر ما يمكن بالمنطقه بالبصرة. ليش هو ما يعرف اذا صار 60 تحترق؟ يعني يقول لك بلشي تعبر مثلا يجوز. لا بلكي تحترق. مو يجوز، مو صحيح، يجوز كلامي رجما بالغيب يعني. يا سحنا ما احتمال، واحتمال الدهن معنا تعرف شنو، كل هالقد ساعه، شوف استاذ ليش الامور فنيه، هالقد ساعه تشتغل نفحص الزيت الداخل المحوله، لازم يفلتروه من الرطوبه، من هذا يسووا تاهيله، يدخلوا الى يسووا له دوره يشيلون كل الرطوبه داخله، احتمال بها رطوبه ما معالجي، احتمالات كثيره ولكن كله تقصير. ما قلت لك اني لو انت كنت وزير كهرباء. اي نعم. وذني صار بوقتك. اي مو المفروض تحاسب؟ اي طبعا. اه تحاسب المعني اللي انت كوزير. مو انا صار عندي شده، وانا اتذكر بال من كانت بزياره الكاظم احدى ايام السنه، انا كنت والله بالليل يعني، واذا شت داون بالليل، انا عالجت الموضوع، رجعت خلال 20 دقيقة رجعت شت داون العراق كليته، رجع 20 دقيقة. زين شت داون بالعراق تحترق بالبصرة. اي طبعا. وتنضرب بحديثة 100%. تعرف ليش هذا العالم كله هيجي؟ لأنه البصرة تاخذ لود عالي جدا. هذا حريق وذاك تفجير. لا هذا التفجير الأبراج ما يسوي شت داون أبو أستاذ نجم. هنا من احترقت المحولة انعزلت. عزلت وياها محولتين ثلاثة بالبصرة، فالبصرة تاخذ لود عالي والشبكة محملة والدنيا حارة، فرأسا طفت، فرجع الهيرتز مالنا صار عالي، ونقل للبصرة وللكركوك والدنيا كلها عراق، وقف كل المحطات. هذا الخلل اللي يصير بالرنج يتوزع على كل العراق.